السلام عليكم، اللي مع وصفات مواليد ان شاء الله راح نديرو دي دوناتس، لكن في الفور. كاين واحد الاخت يعني طلبتهم بزاف مني، اليوم قررت اني نعملهم لها. واش راح نحتاجو في هذه الوصفه؟ كاول مرحله نحتاجو كاس تاع الحليب يكون دافي، زوج بيضات كاملين، مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، زوج مغارف كبار تاع السكر، مغرفه كبيره معمره مليح تاع مارغرين ولا زبده، تكون بدرجه حراره الغرفه يعني تكون طريه، فارينة باش نلمو العجينة، والملح بطبيعة الحال باش العجينة تاعنا ما تجيناش صامطة. نبداو بالطريقة مباشرة، ندير هذاك الكاس تاع الحليب دافي، ندير معاه هذوك زوج مغارف كبار تاع السكر، مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، وزوج بيضات كاملين، ونخلطهم مع بعض. نخلط هاد المقادير الاولى مع بعض، حتى يستجمونا. ندير شوية تاع الملح، ما نساوش الملح هكذا باش العجينة تاعنا تجينا يعني بنينة، ما تجيش ناقصة. من بعد نبقى نزيد في الفارينة غير بشوية ونلم فيها. إذا ندير الفارينة، ونلمو العجينة تاعنا. اذا بعد ما لميت العجينه تاعنا لموها مليح، لانه هذيك الزبده راح تعاود تطرينا العجينه تاعنا. نحي هذا الطبسي فقط، نحكم العجينه تاعنا امامنا وندير فيها هذيك الزبده، ندخل غير الزبده هذيك غير بشويه، وراني ندلك في العجينه تاعنا حتى تدخل هذيك الزبده مليح في العجينه، لانه في الاول كي ديري هذيك العجينه تبدا تتقطع لنا كي ديروا الزبده في الاول، من بعد راح تشد روحها. حسيتي انه العجينه خاصتها فارين تقدري تضيفي شويه. بعد ما كملت دلكتها بهذيك الزبده، شوفوا العجينه اللي تحصلوا عليها، تحسي ان العجينه ولات طريه ولازم تبقى تتلصق باش هذوك لي دونات يعني يجونا خفاف، ما يجوناش ثقال مكدسين. اذا العجينه تاعنا ها هي واجده معنا، نعاود نرجعها لاسيفيون تاعنا، ندير له الفارينه، مش راح ندير الزيت. اذا ندير الفارينه ونغطي عليها بكيس بلاستيكي ونخليها على الاقل 30 دقيقه ونعاود نرجع لكم. بعد ما ارتاحت العجينه تاعي حوالي نص ساعه، شوفوا كيفاش ولات لنا، شوفوا ضعفت المقدار تاعها. الان نجوز ونبدا نشكل في الدونات تاعنا. اذا نحكم هذيك العجينه لازم نستعملوا الفارينه في هذه المرحله باش نفتحوا العجينه تاعنا. اذا ها هي معنا، يعني شوفوا رفدتها وحطيتها، يعني ما تعاوديش تعجنيها كامل هكذا باش ما يروحلهاش هذيك الخفوفيه تاعها، ونفتحها. وفتحوا العجينه يعني ما تكونش رقيقه بزاف باش لي دونات تاعنا يعني يجونا ملحمين، ما يجوناش رقاق. بهذه الطريقه نحكم اي طابع يكون عندنا، مثلا راح نستعمل هنا هذا الكبر هذا، وكل وحده تستعمل يعني الحجم اللي حباته. نقطع دوائر، بعد نحكم يعني مول واحد اخر باش ندير ثقب في الوسط. اذا بهذه الطريقه نديرهم في السنيوه. شوفوا يعني العجينه تكون شويه خشينه، ما ترقوهاش بزاف. نعمر السنيوه تاعي ونحاول نرجع لكم. بعد ما كملت عمرت السنيوه تاعي ها هي معنا، يعني عملوا لي انا حوالي سنيوه ونص، نغطيها قماش
ونخليهم على الاقل يضاعفوا الحجم تاعهم. انا على حسب الجو اللي عندك، انا مثلا كي نشوفهم نضاعف الحجم تاعهم نطيبهم، يعني نشعل الفرن على 200 درجه، يعني هذه المرحله ماشي راح نصورها، نخليهم يرتاحوا حوالي 15 دقيقه، نشعل الفرن تاعي على 200 درجه، ندخلهم الفرن. عندك فرن مروحه شعلي من تحت فقط المروحه، عندك فرن عادي شعلي من تحت، كي تشوفيهم طابوا لك من تحت شعليهم من فوق يتحمروا وخرجيهم، ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. كيما رانا نشوفوا الدونات تاعي ها هما طابوا، خرجتهم من الفوق، هاد الكميه عملتها في الفوق، وهاد الحبيبات قليتهم، يعني شوفوا نفس العجينه فقط المقلي، يعني لا غنى عليه. شوفوا كيفاش جاونا، يعني هاد الوصفه تصلح انك ديريها مقليه او ديريها في الكوشه. شوفوا المقلي كيفاش جانا، وها هو تاع الكوشه، يعني هنا كيما حبيتي ديري، حبيتي ديريه مقلي، حبيتي شوفوا كيفاش تخفيف لا غير جهايل. ونجوزو مباشره نخلوه يبرد شويه ونزينوه مع بعض. من بعد هنا راح نزين لي دوناس تاعي. هنا ذوبت شوكولا، هادي الشوكولا استعملت، هادي شوكولا بالحليب، اذا ذوبتها في حمام مائي. من بعد نضيف عليها شويه زيت فقط، مثلا هذه الكميه ندير عليها حوالي مغرفه كبيره تاع الزيت هذا، واش راح ندير لها، اذا نخلط مليح داك الزيت مع الشوكولا. ونبدا نكلاصي لي دونات تاعنا المقليين ولا تاع الفوق، يعني شوفوا قد حبيت نوريهم لكم، يعني شوفوا شحال جاو خفاف. اذا وندير، كاين واحد الاخت طلبتهم بزاف مني هاد الوصفه هذه، ديري لي ام وليد لي دونات تاع الكوشه، لان ولادها يحبوا ياكلوهم، وحبت تنقص شويه القليان عندها الصح، يعني على الاقل ناكلوا حاجه يعني نقصوا شويه الليدان. اذا ها هي نكمل نكلاصي كامل الحبات اللي عندي، هادو تاع الفوق حتى اللي قليتهم، يعني نفس الشيء. من بعد ما ذوب، يعني ما كلاصيت كامل الدونات تاعي، هنا ذوبت شوكولا بيضاء، يعني التزيين دائما يبقى اختياري. ذوبت شوكولا بيضاء، درت لها حوالي مغرفه صغيره تاع الزيت فقط، ونزين بخطوط بيضاء بهذه الطريقه. اذا التزيين يبقى دائما اختياري، فقط خيري الحاجه اللي تناسبك. اذا نكمل نزينهم، نخليهم ينشفوا ونقدمهم لكم فيما بعد ان شاء الله. لي دونات تاع نهار اليوم ها هما معنا واجدين، يعني كما رانا نشوفوا عملت تاع الفوق ها هما، يعني عملت كل الاذواق تاع العائله تاعي. عملت هنا حبيبات لي مقليين درت لهم كلاصاج، وهاد الحبيبات خليتهم يعني ما درت لهمش كلاصاج، كاين وليدي واحد ما يحبش الشوكولا. اذا ها هي معنا، شوفوا كيفاش جاونا، والله غير جاو ما شاء الله، نتمنى انكم تجربوهم. راح نقسم لكم منهم حبه باش تشوفوا هاد لي دونات كيفاش جاونا تاع الكوشه. بسم الله، شوفوا كيفاش جاو الكلاصاج تاعنا، راه نشف ها هما معنا. بسم الله، شوفوا شحال خفاف، والله غير روعه روعه روعه، نتمنى انكم تجربوهم، خاصه الاختي طلبت مني الوصفه، ها هي الوصفه معنا، نتمنى انكم تجربيها. وكل اخوات اللي يتبعوا فيا نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.